زينب، رح نستمر بتغطيتنا للفعاليات معرض دمشق الدولي والفعاليات المرافقة له، أيضا كمان دار الأسد للثقافة والفنون وتحديدا مسرح الدراما افتتح فيه عرض مسرحية كيمياء ضمن العروض الفنية يلي بيقدمها دار الأسد مرافقة لمعرض دمشق الدولي بدورته 61 كيمياء، من إعداد وإخراج الدكتور عجوج سليم وأداء مجموعة من الفنانين السوريين. بيحكي عن الحب بصورة مميزة ومقتطفات من العرض المسرحي. خلينا نروح ونتابع سوا بكاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا ربا صالح. هو حكاية حب على الأقل، إنه بهاي الفترة إحنا كثير بحاجة لهي لهذا الشعور الإنساني الكوني، الحب بمفهومه الكوني، على قصة حب شخصين بيلتقوا، كل واحد يعني من بيئة أو ظرف مختلف، بيقعوا بمجال مغناطيسي ما بيقدروا يتخلصوا منه، بتقودهم بقى الظروف لأكثر يتعرفوا، بنكتشف إنه هذا المجال هو الحب، هو الحب للمكان، للبلد، للوطن، حب للآخر، هذا التفاعل الكيميائي اللي هو بيحدث لوحده. بتصور يعني، وأنا كتبتها بالبروشور، إنه أنا كسوريين أنا حاسس إنه الحب ممكن يكون خشبة خلاص لإلنا. تحية للعاملين بهذه المسرحية، تحية لهذه الدار اللي عم تستوعب هذه النشاطات الرائعة، وشكر لكم أنتم المتابعين اللي عم تغطوا النشاطات كلها، لولاكم الجمهور ما بيعرف شيء. أنا عم أتابع عرض من إعداد وإخراج دكتور عجاج سليم بعنوانه كيمياء، هو مأخوذ عن نص أجنبي، هو بيحكي عن معادلة الحب بمقابل القبح، يحاول يجعل من هذا العمل معادل للجمال ومعادل لجعل الحب هو ليس فرضية فقط وإنما شكل حياة. يعني لامسنا نوعا ما، بيحكي عن حتوتة هيك، العلاقة بالحب وبالجاذبية وهدول القصص بطريقة لطيفة وذكية. كتير لطيف هذا الحكي، إنه حتى يتفعل المسرح بالأوبرا اللي دائما احنا بنشوف فيها موسيقى يعني قصص بعيدة شوي نوعا ما عن المسرح، فكتير ظريف إنه يرجع يتفعل المسرح بالأوبرا. لنتعرف ليا أكثر عن العمل المسرحي كيمياء، بصرنا شاركنا صباحنا لليوم أكيد بدور موسى المسؤول الإعلامي. يسعد صباحك. صباح الخير زينب، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله يكون في كيمياء كمان هلا. أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيكي. ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 61 دار الأسد للثقافة والفنون مثل ما تابعنا، وعلى مسرح الدراما، تمام، تم افتتاح فعاليات أو تم افتتاح مسرحية كيمياء. خلينا نحكي قديش بالتزامن مع المعرض بافتتاح المسرحية، توقيت كتير مهم.
تمام. مثل ما ذكرتي هي مرافقة للفعاليات الثقافية يلي انطرحت من قبل وزارة الثقافة مزامنة مع معرض دمشق الدولي مسرحية كيمياء، بالإضافة لحفلات كثيرة تقدمت على المسرح ورح تتقدم الست ميادة الحناوي، عفاف راضي وعبير نعمة. كثير مهم فعلا هذا الوقت، ومهم انه نرجع نشوف المسرح عم يتقدم على بدار الأوبرا مرة ثانية، خصوصا انه يمكن احنا اخر فترتنا نشوف الدار لها خصوصية معينة، انه بس الحفلات اللي لها علاقة بالأوركسترات او الحفلات الفنية، فحلو يرجع نشوف المسرح مرة ثانية جمهوره يجي على الأوبرا. فأكيد التوقيت كتير مهم، هيك بيرجع إذا فينا نقول بذكر بأيام المعرض القديم، لأنه فعلا هاي الفعاليات كانت تصير من قبل، فكتير مهم خصوصا أنه هاي السنة معرض دمشق الدولي في عطاء أكتر، إذا فينا في زوار أكتر تماما، وأكيد في مشاركات أكبر من دول عربية، فهذا الشيء كان من حظنا أنه تنعرض المسرحية بهذا التوقيت. أكيد. بدور طب خلينا شوي نعرف عن الأدوار الرئيسية بالمسرحية، يعني كيمياء أول شيء بيخطر عبالنا أنه العلاقات تمام. العلاقات انه بين الناس كيف ممكن يكون فيها كيمياء وانسجام تماما، فصح الاسم هو الاسم مزبوط، يعني نحن بحياتنا العاديه بنقول انه فلان وفلان بيناتهم كيمياء، فانت ايام بتستغربي انه كيف بتسالي رفيقتك كيف حبيتي هذا الشخص، فبتقول لك بيناتنا كيمياء. وهو هذا الشيء كثير صحيح عن جد، هي شغله صعب انه تتفسر. هو الاساس النص عن نص روسي اسمه مجالات مغناطيسيه لالكسندر اوبراتزوف، دكتور عجاج سليم عمل له اعداد واخراج بشكل يتناسب مع الواقع السوري اذا فينا نقول، ولكن راح اكثر على مسرح العبث او اللامعقول. في عنا عدد من الشخصيات، وفي هيك سكتشات صغيره بتمرق بشخص يعني شخصيات بتطلع بمده قليله ولكن كثير بتعلم وبتضحك. اكيد المسرحيه ما انا كوميدي، بس فيها كان لمسه من الكوميديا لحتى يمكن ننسى الوجع بطريقه او باخرى. الشخصيات الاساسيه هي البنت اللي بكون مخطوبة وراحة على عرسها، والشاب الثاني بكون ناطر مرته، وهن الاثنين بيعلقوا بمجال مغناطيسي واحد فما بيقدروا يبعدوا عن بعض أكثر من 3 أمتار، والأحداث بتتسلسل لحتى أنه هو يضطر يروح معها على العرس ويضل عنده بالبيت لحتى يفك هذا المجال المغناطيسي. هدول الشخصيتين الأساسيات. بنطلع كمان بنشوف شخصية الراوي إذا فينا نقول، أو الشخص المحرض على الحب اللي هو مأمون الفرخ، أستاذ مأمون الفرخ بنوجه له تحية. كمان دور الخطيب اللي هو المظلوم أكثر شيء بهي المسرحية، اللي بعدين بيخلص دوره انه هي تركته لحتى تحب هذاك الشخص اللي صار بيناتهم كيمياء، بيكون بدوره الاستاذ طارق نخلي كمان نوجه له تحية. الاب والام الاستاذ وليد الدبس والسيدة سلوى حنا، كمان شخصيات هي الام يلي عم تدور على مصلحة بنتها انه عريس جاهز وعنده مصاري وعنده بيت، والاب يلي بيكون واقف لطرف بنته انه لا انا ما بدي تكرر مأساتي انا ببنتي، فكان عم بيشجعها على حب الطرف الاخر يلي صار بيناتهم كيمياء. وفي فادي وسليمان اللي هنا عم يطلعوا بهي السكتشات الصغيره بشكل عم يضيف كوميديا اكثر، لانه العمل كثير بيحكي عن الحب والالم الفراق وغيره، فهي هيك شوي بتنسينا هي الفقره بالمسرحيه. يعني احداث كثير شو وقتينا انه نحضرها ونشوف المسرحيه، ولكن خلينا نعرف المشاهدين عن توقيت العرض، واكيد من بعد مسرح الدراما بدار الاوبرا رح يكون في عروض ثانيه ينطروها العالم. ولكل اللي حضر امبارح بالافتتاح حابب يحضرها مره ثانيه خلينا نتعرف على التوقيت. تمام. هلا هو دائما بيكون عرض الافتتاح، امبارح كان الافتتاح بدار الاوبرا مسرح الدراما، اليوم في عرض وبكره في عرض بدار الاوبرا، وفي عنا من 5 إلى 15 بمسرح الحمراء كمان. عموما مثل كنت عم اقول العرض الافتتاحي ايام بيكون هيك شوي فيه رسمي، في الرسمي وفيه لبكه شوي، الممثلين لسه ما اخذوا راحتهم، فانا عن جد بنصح يعني او بدعي الناس اللي حابه تحضر مسرحيتنا تبلش تجي من اليوم وتحضر ايضا مسرح الحمراء، لانه بكون العرض صار احسن كل يوم الساعه 7. واكيد في لنا جوله على المحافظات، يعني في حمص، في اللاذقيه، في حلب، واكيد كمان في دعوات من الخارج بدول عربيه، بلشت من هلا تجينا الدعوات، وان شاء الله نكون مشاركين بمهرجانات مسرحيه كبيره مثل مهرجان قرطاج وناخذ جوائز، لانه المسرح السوري سبق السنه الماضيه واللي قبلها اخذ جوائز، ان شاء الله هالمره نحن كمان اكيد. يعني كنت اسالك اذا في كمان بعد دمشق بالمحافظات السوريه، منيح اللي خبرتينا. كثير حلوه بدور انه فعلا خشبت المسرح الى وقت يعني الازمه اللي مرت فيها سوريا، صار
صار لها نشاط، عادت تمام. للحياة صار في ترجمة لكل مشاكل الاجتماعية والواقع اللي عم بعيشها وعلى تماس هيك مباشر مع الجمهور. فقد كانت هاي التجربة حلوة خلينا نحكي، وقد ايه ممكن هيك تحفزكم حتى فعلا يكون في أعمال تانية بذات القيمة يعني. نعم صحيح. هلأ هو دائما الحرب أو المآسي اللي بتمرق على شعب من الشعوبية بتكون محرض للمسرح، للسينما، للدراما، مثل ما كنا يعني عم نشوف مثلا الأدب الروسي اللي طلع من المعاناة أو الأدب الفرنسي أكيد. واليوم كمان نحن الدراما السورية والمسرح. ولكن الدكتور عجاج سليم حاول يبتعد قد ما فينه عن الحرب مشان ما تصير كليشيه دائما لكل المسرحيات انه نحن نحكي عن الحرب وتحسي حالك عم تحضري جريده ما عم تحضري مسرحيه. ليك حاولنا قد ما كان نبتعد عن موضوع الحرب، انذكرت بمطرح او باخر موضوع الحرب وقديش ممكن يمرق معاناة، لكن حتى العلاقات تاثرت فكان حلو انه اكيد نحكي. اكيد طبعا يعني في ممكن حدا فقد حدا بالحرب، حدا سافر، حدا الظروف ما عاد تقدر تجمعهم، فنحن ركزنا على الحب اكثر بزمان الحرب لانه انت ما فيك تكوني واقعيه بمطرح ما انه واقعي صحيح. اكيد راح ياثر علينا بطريقه او باخرى الحرب. فالحب او الفن هو ملجانا اليوم، فليش لحتى هيك نرجع نعتم، لا ضوي أكثر على الحب، على الكيمياء بينات بعض، وإن شاء الله فعلاً يكون للفن رسالة تقدر تغير مثل ما بنشوف دائماً بكل الدول المتقدمة. إن شاء الله. بدور نحن رح نضل معك ورح نحكي أكثر عن مسرحية كيمياء، ولكن صار الوقت لحتى ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية العالمية العربية والعربية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. يسعد صباحك ليا وشكراً لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. جدد العدو الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية وسط تحليق مكثف لطائراته الحربية والاستطلاعية فوق مناطق الجنوب. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعة وكفر شوبة. كما أطلقت مواقع العدو في الصماقة والعلم والمرصد رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي، وسمع دوي انفجارات في قرى العرقوب مصدرها داخل مزارع شبع المحتلة. وفي فلسطين المحتلة أصيب فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال اقتحامهم قرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا بالضرب على فلسطيني خلال عمله في أرضه ما أدى إلى إصابته بجروح. ويقتحم المستوطنون البلدات والقرى الفلسطينية ويعتدون على المواطنين ويخربون ممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها. قتل وأصيب عدد من مرتزقات العدوان السعودي إثر عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في عسير والجوف وجيزان. مصدر عسكري قال إن وحدات الجيش واللجان الشعبية كبدت مرتزقة العدوان خسائر فادحة إثر عملية إغارة شنتها على مواقعهم بقطاع عسير. وفي محافظة الجوف شنت وحدات من الجيش واللجان هجوما على مرتزقة العدوان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. في خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها. ظريف قال: نحن على استعداد للحوار والتشاور مع الأطراف الأخرى حول أفضل السبل لتنفيذ هذا الاتفاق، ونتفاوض مع أوروبا لإيجاد طريقة للوفاء بالتزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي. وصلنا إلى ختام الموجز والآن عودة إلى كليا.
شكرا كثير لك زميلتنا علا، وهلا اكيد متابعين بصباحنا غير ومتابعين مع مسيرة كيمياء يلي تم افتتاحها امبارح بدار الاسد للثقافه والفنون مع بدور بدور. خلينا نفوت شوي بتفاصيل العمل المسرحي كيمياء. يعني مو بس اشخاص، مو بس نص، مو بس اخراج، كمان في عمليات فنيه كثيره مرافقه، في موسيقى مرافقه هي كمان لها دور بنجاح هذا العمل. خلينا نحكي عن هالتفاصيل. اكيد طبعا انا بتشكرك على التضواية على هي القصص، لانه نحن دائما بنحكي عن ممثلين والمخرج والنص وبننسى الجنود المجهولين اللي هن لهم فضل كثير كبير. الاضاءه كانت للاستاذ بسام حميدي، بنوجه له تحيه. استاذ بسام معروفه لمساته بالمسلسلات بالدراما وبالاعمال المسرحيه. الاضاءه كانت مختلفه، في عنا شيء له علاقه بالسبوتات على المسرح، كل حدا له سبوت خاص فيه، واضاءه جانبيه واضاءه اكيد من فوق، وشيء له علاقه بالحاله، يعني نحن الاضاءه بتتغير حسب الحاله، الشيء الاحمر اللي بنزرك بالخطر، الشيء الازرق اللي بيضوي انه هذا وقت بالليل. فاشتغل كثير عليهم الاستاذ بسام، حاول تكون الموضوع بسيط مشان ما يكون في تركيز اكثر على الاضاءه من الممثلين. التاليف الموسيقي كان للاستاذ المايسترو محمد العزاوي، كمان كان في شيء جديد، شيء له علاقه بالبيانو، شيء له علاقه بموسيقى الخطر، بالحب، بالابتعاد، هي كلياتها مشاعر بتتفسر كامله، يعني هي الموسيقى. اكيد بتكمل النص تماماً. الموسيقى والاضاءه تمام حتى. يعني هلا من زمان احنا ما كان كثير، اكيد ما كان كثير في موضوع التاليف الموسيقي مهم بالمسرحيه، كنا نجيب شيء جاهز ونحطه او اغنيه جاهزه. اليوم ما بقى فيكي تعملي هذا الشيء، خلال تطور المسرح والعالم كيف شافت عم تشوف كيف عم بيصير المسرح، فنحن اكيد لازم نواكب هذا الموضوع، خصوصا انه العرض هو له علاقه بالمسرح الحديث، المسرح الروسي الحديث، فنحن لازم نشتغل على هذا الاساس. الديكور كان بسيط وفيه اشياء كثير رمزيه، يعني نحن لما شفنا الزوج والزوجه او الخطيبه، هي البنت اللي بتعلق بالمجال المغناطيسي مع بالتاني على السرير، هو فعليا ما كان سرير فعلي، هو مجرد لوحة وعليه المخدات معلقين هن بشكل، وهن واقفين على أساس أنه هن على السرير. فهي كانت ديكور لطيف وجديد، كنا عم نشوف البرادي كل الوقت عم يطلعوا منه الممثلين ويفوتوا، الشيء اللي له علاقه بالجرافيك. يعني احنا كمان كنا وقت عم نشوف الاستاذ مأمول فرخ عم يحكي اشعار للراحل محمود درويش، كنا عم نشوف صوره محمود درويش تطلع بنهايه العرض، كمان فيديو سريع اذا فينا نقول تايم لابس للشام وهو محمود درويش كمان عم يحكي على هذه الارض ما يستحق الحياه. فكتير مهم مثل ما ذكرتي ليا موضوع التوزيع الموسيقي او التاليف الموسيقي، موضوع الاضاءه، الديكور والافكتس، هي كلياتها بتساعد لنجاح العرض المسرحي، لانه انت مو مجرد دمى عم تطلعيهم على صحيح. المسرح يادوا في اشياء أكيد. اخرى بتضيف جماليه اكيد وتعبير اكثر للمسرح اكيد، وخاصه انه بدهم يخلقوا من هالشخصيات شيء حقيقي الناس فعلا تصدقه. هلا بدي اسالك، يمكن مثل ما حكينا انه كيمياء هي لغه بعيده عن الحرب، عم تحط مشاعر الحب، عم تسلط الضوء على مشاعر الحب والعلاقات الانسانيه، كان في كيمياء بين الممثلين، كيف اشتغلوا حتى فعلا يكون هيك في هالكيمياء بيناتهم؟ تمام. هلا انا تقريبا حضرت كل البروفات، كنت عم كون معهم كل البروفات. بالبدايه صار في تغيير كبير للممثلين، يعني كونه كان في التزام لشخص دون اخر، وحدا قدر يحضر وحدا ما قدر يحضر، بس بالنهايه الاربع شخصيات الموجودين اللي هن نجاح مختار وطارق نخله وزامل وعلا، هن خريجين من نفس الدفعه، فهذا الشيء كان كثير حلو انه كل البروفات تمام عم يتذكروا، تذكر بدرس الاستاذ فايز، ذكر الاستاذ عبد المنعم عمايري، فكانت في كيمياء عن جد حلوه بيناتهم. والاستاذ وليد والاستاذ مأمون كمان هن بنفس العمر وتقريبا اشتغلوا كثير بالمسرح سوا، يعني هن كانوا يخلصوا بروفات كيمياء يطلعوا على الريشه البيضاء اللي هن عم يشتغلوا فيها ايضا مسرحيه للاطفال. فكمان كثير مهم موضوع الكيمياء بين الممثلين، كونه انت مسرح ولايف قدام الجمهور، أكيد. مو تمثيل مثلا دراما كات خلص تركنا بعض بعدين كل حدا بيطلع انه انا مالي طايق الممثل الفلاني كذا، فلا الكيمياء كان ضروريه وكانت موجوده. كان في جو من العيله تمام، هذا الشيء ظهر على المسرح ليا، يعني ان شاء الله اكيد تجوا، نحن عم ندعيكم ان شاء الله تجوا وتشوفوا هي الكيمياء اللي كانت على المسرح. نعم بدور يعني حضرتك المسؤوله الاعلاميه للعمل المسرحي كيمياء، تمام. اليوم نحن قديش مهم انه نسوق لهذا العمل عن طريق يمكن السوشيال ميديا، عن تمام. طريق العروض، عن طريق وضع العالم بكواليس البروفات،
كانت بكواليس مضحكة نعيشهم هي الحالة، وخاصة الحالة التحضيرية، ممكن من خلال ستوريات، ممكن صحيح. من خلال صور. هي النقطة قديش مهمة انك تشتغلي عليها لحتى تقربي الناس من العمل قبل ما يشوفوه على أرض تمام. الواقع. تمام. بهاي المناسبة انا اكيد بتشكر كاميرا الإخبارية اللي اجت وحضرت اول حدا وفاتت على الكواليس، رغم انه كانوا ممثلين متوترين وما بدهم يحكوا، بس اكيد نتشكركم على هي الزيارة. موضوع التسويق الإعلامي مثل ما ذكرتي لي كتير مهم. اليوم نحن ما عنا ثقافة المسرح بصراحة، في عدد أو جمهور محدد بيروح بيحضر المسرح، لأنه نحن دائما نأخذ نظرة على المسرح أنه جامد ويا أبو تروح تحضر مسرحية ومعدت الوضع وكذا. فاليوم المنصات الاجتماعية، السوشيال ميديا، الإعلام، التلفزيون قربت للعالم هذا الموضوع أكثر. هي تجربة ثقافية بالنهاية، تبطع أحضار يعني أنه هو اليوم سوري الواحد يحكي هيك، بس أنك تحضر مسرحية 150 ليرة أرخص بكتير أنك تحضر فيلم لأنك مثلا لأنك تشتريها DVD أصلا يعني معرفة من يعني أي شيء. هو شرط المتعة أنك أنت تكون قاعد بكرسيتك وعلى تماس مباشر مع الجمهور. جربوها، خلينا نجرب هذا الموضوع. وزارة الثقافة مشكورة عم تحاول تشتغل على هذا الموضوع أكثر، عم يكون في مثل ما ذكرتي بروميات، شيء له علاقة بالترويج الطرقي للإعلانات للمسرحيات والأعمال المسرحية. كتير اشتغلنا على هذا الموضوع، عملنا صفحة خاصة بمسرحية كيمياء، كنا عم ننزل كل فترة مثل CV صغير لكل حدا عم يشتغل، تكريم صغير لإلهم، عم نحكي عن المقالات يلي انذكرت، عم نأرشف إعلاميا المقالات، مثل ما ذكرتي كمان ستوريات، عم نحط هيك الكواليس شو عم بيصير مثلا اليوم، إجا فادي متأخر، إجا الدكتور عجاج بكير. فهي الأشياء بتقرب الجمهور من الثقافة اللي بتعتبر جامدة أكيد. تمام، وبتعطي ترويج أكتر للعرض. يعني نحن كتير مبارح شفنا عالم إنه نحن شفنا صفحتكم على الفيسبوك وجينا نحضر، مع إنه نحن ما بنحضر مسرح. فأنا حسيت حالي إنه أوكي أنا أديت الواجب تبعي وكتير انبسطت فعلا. وإن شاء الله الناس تقدر تستوعب أكثر موضوع الثقافة والمسرح، لأنه يرجع خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً صحيح ويرجع يتروج له للمسرح تمام بشكل أكثر. أكيد أكيد ليا، نحن بدور أن ندعي كل اللي ما شافوا لسه العرض المسرحي كيمياء كمان يحضروا. تمام. أكيد أنا وليا حابين نحضر. أكيد نحن ناطرينكم لكم لكل أصدقائكم. شكرا لكم لكل كادر العمل من ممثلين حتى يعني مخرجين وأيضا كل العاملين بالمسرحية، بنوجه لكم تحية كبيرة، وإن شاء الله دايما خشبة المسارح السورية تضل عامرة بهي المواهب الشابة إن شاء الله. تقدر توصل رسالة الوطن لكل العالم. شكرا لوجودك يا بدور. شكرا كثير لكم بدور موسى، شكرا كثير لك، شرفتينا، يسعد صباحك.